وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مجموعة من المراسيم والاقتراحات بقوانين، منها مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واقتراح بشأن الدعم الحكومي للمواطنين. كما وجه النواب مجموعة من الأسئلة إلى وزير شؤون الإعلام ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مختلف القضايا التي نستعرضها معكم في تقرير الزميل صالح يوسف. تحت قبة البرلمان وبين أروقة مجلس النواب الذي يعقد جلسته أسبوعيا، تمخضت آخر جلسة له بحزمة من المواضيع التي نوقشت وتم الأخذ والرد فيها، مثمنين توجيه جلالة الملك المفدى في تسيير صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي. أود أن أرفع أسمايات الشكر العرفان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى على التوجيهات السامية والخاصة بأن تكون جميع الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق المال العام بأن يكون بالتوافق أو مبنية على التوافق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأشيد بالقرار اللي اتخذ بهذا الخصوص. لا ننسى أيضا بأن نحن في مجلس النواب دائما نحرص على جميع المكتسبات التي حققناها للمواطنين، ونشيد أيضا ونقدر ما تقوم به القيادة الرشيدة وتقوم به السلطة التشريعية بالحفاظ على هذه المكتسبات، وخصوصا دعم الموظفين الدولة ذوي الدخل المحدود. فنحن دائما وأبدا نسعى للحفاظ على هذه المكتسبات. وفي جانب الأسئلة المقدمة للوزراء، قدم النواب لسعادة وزير شؤون الإعلام استفسارات حول كيفية مواجهة السلوكيات الدخيلة على المجتمع البحريني، وحول دور الرقابة على وسائل المطبوعات التي تتعارض مع القيم والتقاليد. بالنسبة حق عدد المفتشين، نعم العدد قليل، وأنا الحقيقة الآن في تواصل مع الأخوان في ديوان الخدمة المدنية لاستحداث بعض الشواغر لهذا الموضوع. أنا أؤكد لك سعادة النواب بأني كولي أمر أحرص على هذا الموضوع. الموضوع فعلا خطر. الإشكالية الأكبر بأن وصول هذه المواد عبر الإنترنت أصبحت في متناول الأطفال بشكل مرعب، ولدرجة بأن هذا الموضوع أصبح قضية عالمية ويتم مناقشتها في كل المحافل المعنية بهذا الأمر. كان رده حقيقة مختصر في جوانب كثيرة، ولكن كان الرد أيضا يعطي دلالات بأن وزارة الإعلام، وكما نشهد لها بالتطور الأخير اللي لمسناه حقيقة بعد مسك سعادة الوزير علي رميحي لهذا المنصب، لهو دائما في تقدم وفي تطور مستمر، وهذا أمر واضح وجلي. من جانبه، رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ما طرحه النواب حول خطط وإنجازات البنى التحتية بالعديد من المناطق وأسماء المشاريع العمرانية. ساحل دمستان الذي تقريبا هو معاناة للأهالي منذ 30 سنة إلى الآن، ومع ذلك لم يحل. لولا تدخل سمو رئيس الوزراء وإيقاف تفعيل استملاكه لأصبح هذا البحر أيضا في خبر كان. بعض الشوارع أيضا التي هي معاناة أيضا. خطت الوزارة خطوات كبيرة في الانتهاء من أعمال التصاميم والتنسيق مع أجهزة الخدمات، وبينا إلى سعادة النائب أن توجيهات القيادة إلى الوزارة هو الاهتمام بالسواحل العامة. في الكفة الأخرى، وافق المجلس على مرسوم بقانون حول مؤسسة حقوق الإنسان ومشروع قانون حول اللائحة الداخلية للمجلس. أود أن أقول بأن خيار إنشاء هذه المؤسسة وخيار ذاتي جاء لأن الإنسان البحريني هو محور التنمية، وهو أيضا الركيزة الأساسية للمشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة. فكافة المشاريع المعنية بالإنسان هي مشاريع وطنية وذاتية، وبالتالي أخالف أصحاب السعادة النواب في أن وجود هذه المؤسسة هو ردة فعل أو لإرضاء جهة مقابل جهة. كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين. اليوم يطرح قانون الدعم
وهو يشمل عدة أمور من جملتها المواد الغذائية للمواطنين والتعليم وموارد الطاقة. هذا القانون سيلزم الحكومة بالامتثال لهذه المبالغ التي تصنف من خلال هذا الدعم، وبالتالي لن يكون قرارا تستفرد بها الحكومة، بل سيكون من خلال المشرع والسلطة التشريعية فيه. مجموعة من الرؤى والمقترحات التشريعية الأخرى أدلى بها أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة، وتقررت مناقشتها في الجلسة المقبلة. قبة تحمل في لبها منابيع للتشريع التي نقشت في قرارات وقوانين وأسئلة تدارست من أجل تنظيم الشؤون الوطني والمواطن. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.